انا كنت سعيد جدا يعني بالتواصل ديالي مع الشباب مع المواطنين عبر صفحات الفيسبوك، يعني سواء كانت الصفحه الرسميه او الحساب الخاص. والخلفيه شنو هي؟ الخلفيه هو انه يكون واحد الانفتاح على الشباب، واحد الانفتاح على المواطنين. وخصني نعترف على القضيه بان كاين واحد مجموعه ديال المشاكل اللي كتوصلني عبر الفيسبوك، واحد مجموعه ديال الاقاليم والمناطق النائيه اللي ما كيكونش عندي علم بها، وكنتحقق منها وكنلقى فعلا بان يعني هذاك الخبر اللي تنقل في فيسبوك هو خبر صحيح. وانا فعلا سعيد جدا، وهذه هي الخلفيه ديال خلق يعني ديك الصفحات ومن خلال النقاش. لان اولا كاين انصات الافكار والاراء والتصورات، كاين الاشراك ايضا والتشاور حتى في القرارات، كاين اخبار يعني المتتبعين للصفحه ايضا بالانشطه ديال الوزاره، بل كنشوف انا حتى المنابر الاعلاميه انها كتاخذ اخبار من الصفحه. وهذا شيء جميل جدا لان كانت كامله فيه. ولكن مع كامل الاسف مؤخرا طغى واحد النقاش من نوع اخر، خلى ربما الهدف ديال هاد يعني احداث هذه الصفحه يعني يزيع على الـ على الـ على الـ على المضمون وعلى الاهم منه، لان كان واحد الكلام ثقيل اللي هو منحط اللي كيتردد. هو احتراما للقراء كنضطر نمسح داك الكلام باش ما يبقاش، احتراما لهم، لانه فعلا كلام ثقيل جدا. ولكن هذا الشيء مع بدا كيتكرر، فهمت بان ربما الصفحه ما بقاش مرغوب فيها، او ربما ما بقاش مستوى النقاش اللي غادي نمشيو فيها، انها منفتح جدا على النقد. بالعكس الاخوان قالوا لي واه الا خصك تسد الصفحه وما تبقاش نشيط فيها، معناتها انكم ما كتخرجوش النقد ابدا. الخلفيه هي انني نسمع لكم، بغيت نقد بناء ما كيبقاش فيه الحال نسمع. انا ما كيعجبنيش كاع نسمع الكلام المزيان، كيعجبني نسمع الكلام القاصح، ولكن المقعد ونبني على الحقيقه وعلى المعطيات الصحيحه. ولكن كلام قاصح باش نكون كلام قاصح وندخل الكلافيي ونبقى نقول ولد فلان وهادي والفاعلين والتاركين والشفاره وحكم، يعني هادشي ما بقى عنده. حنا سيدي الا كان شي حد شفار ما كاين مشكل، تبت عندنا. ولكن ولينا في واحد الحس السلبي، في واحد العدميه تجاه المسؤول، واخا كيبغي يقرب الا كان غريب ايضا ان شكون اللي كيتعامل هذا الحس هذا، هي ما يتداول في بعض المنابر ايضا اللي هو عالم الصحه كيخلي هذا الحقد. مساله ديال السياره اللي شتي مثلا، واحد المجموعه ديال الاخبار الزائفه اللي كتوصل اللي كتخلي ربما داك حتى المواطنين ما كيتحقوش بالخبر. ربما انا كنتفهمهم لانه كيقرا ربما الخبر كيتنقل في واحد العمود او كيتنقل في واحد الجريده، وبالتالي كياخذوا بانه فعلا الحقيقه وكيبني عليه المواقف ديالو. ربما هذا هو الشيء اللي كيخلق ديك يعني داك يوليك هذاك القرب اللي كنبغيو ربما كيتمزق وكيولي هذا البعد. اذا هذاك القرار جا في هذا الاتجاه.